سلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. حلقتنا النهاردة مسجلة، لكن دايما يمكنكم التواصل معنا على أرقام التليفونات الموجودة على الشاشات وكل مواقعنا على اليوتيوب والفيسبوك. حلقة النهاردة بعنوان: فإن كان صدق الله يزداد بكاذبي، وأسئلة أخرى. النهاردة هنتكلم عن السؤال أنه هل بولس بيقول أنه صدق ربنا بيزداد بكذبه، ولا إيه اللي دايما السؤال اللي بيسألوه المسلمين، وأسئلة أخرى، يعني أسئلة نوعية في حاجات كده دايما بيهتموا بيها. يعني هل المسيح أمر أنه المؤمنين يحملوا سيف؟ هل هؤلاء أعدائي هاتوهم واذبحوهم قدامي؟ هل المسيح بيقول كده؟ هل هو ده أسلوب الحياة المسيحية؟ الأسئلة دي هنتكلم فيها بقدر الإمكان النهاردة. بين الحين والآخر بحب أن أنا أرد على بعض أسئلة المشاهدين اللي بتوصلنا منكم، وأحيانا على الأسئلة الأكثر تداولا. فالنهاردة أنا مختارة ثلاث أسئلة شايفة أنهم محور حديث كبير دلوقتي، علشان ليه الأسئلة دي مهم نرد عليها. أولا للعابر وللعابرة اللي بيسمعونا، ربنا عايزك تبقى فاهم كلمته وتعرف ترد وتعرف تفهم أنت لقلبك وتحمي نفسك وأنت بتتكلم مع الغير أو الغير بيسألك الأسئلة، وعايز يكون عندك ثقة في كلمته وثقة في شخصه كمان الكتاب بيقول لنا أنه إحنا يجب أن إحنا نجيب عن سبب الرجاء الذي فينا لما الناس تسألنا، نسألهم علشان نوصلهم لمعرفة الرب يسوع. والحقيقة أن موضوع النهاردة أسئلته ناتج عن خبرة شخصية ليا. ربنا فكرني من عدة أسابيع كده بالتحديد الموضوع ده، وأنا شايفة السؤال بيتداول كتير، فعلشان أقدم لكم الموضوع ده من خبرة شخصية، في يوم من الأيام أنا وقفت أمامها علشان أتعلم الرد على الأمور الكتابية بيكون إزاي. الآية دي في رسالة روميا بتقول: إن كان صدق الله يزداد بكذبي فلماذا أدان أنا؟ في بداية إيماني سألني شخص مسلم السؤال ده، متهما بولس انه يبيح الكذب. فطبعا انا اتخذت، لاني ما كنتش وقتها انتبهت في اول ايماني للايه دي من قبل، لكن كان عندي سلام وثقه ان يسوع المسيح اللي لمس قلبي وغير حياتي واللي كلمته بترويني كل يوم عنده رد. بالتاكيد في سبب. في البداية وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس، وإحنا يعني من خلفية إسلامية، بالرغم من سلاسة كلام الكتاب، إلا أن لغة الكتاب مختلفة عن القرآن. في يعني في طريقة في سرد الأحداث في الكتاب المقدس متواصلة، في تعليم مختلف، ف اللغة فيه مختلفة وانت بتقراها على ودنك على قلبك على روحك في نفس الوقت. القرآن حاجة تانية خالص. في الكتاب المقدس أيضا في حاجات ليها أصول تاريخية أو واقعة مرتبطة، يعني انتوا في القرآن كنا نقول أسباب النزول، لكن الكتاب المقدس مثلا في الأناجيل الأربعة بيحكي لنا التركيز كله على يسوع المسيح. فالقصة كلها مركزة على المسيح ومن البداية للنهاية، ففي تواصل في القصة. فحول حياة المسيح كان في أحداث بتحصل، كان في زيارات بيعملها، كان في أعداد بيتكلم فيها مع الناس، وهكذا أيضا من بعده الرسل. لما بولس كان بيسافر من بلد لبلد، لما بولس كان بيسجن ويكتب رسائله من السجن، لما بطرس وقف لأول مرة وتكلم عن قصته مع المسيح، قصة البشرية مع الله، لما استفانوس عمل نفس الحكاية.
جاب الإنجيل من أوله لآخره في صفحة قبل ما يستشهد. فالرسل كمان كانوا بيعملوا كده. هناك أحداث تاريخية أو حياتية مرتبطة بالكلام المكتوب، بتكون الأحداث دي المرتبطة بآيات محتاجة أننا نسأل وندرس علشان نفهم قصد الكاتب من الكلام إيه. أيضا إحنا اللي من خلفية إسلامية في البداية لا نتوقع أنه يكون الكتاب المقدس متواصل الأفكار والأهداف بالشكل ده. إحنا بنقرأ القرآن آية آية ونقف عند آية آية ونظبط الكلام ونعمل التشكيل ونركز على ده، لكن لا نركز في معظم الأحوال على المعنى، لأني علشان أعرف المعنى لازم أروح بقى أجيب كتب التفسير وأسمع للشيخ الفلاني وأشوف أسباب النزول وأشوف الحاجات اللي هم واخدينها نسخة طبق الأصل من بعضهم، وتقعد أنت تقراها وتستلمها وخلاص، وفهمت يا ما فهمتش يعني، مش كده؟ ما بنتوقعش ان الكتاب المقدس متواصل الافكار والاهداف زي ما قلت. القصه من البدايه الى النهايه تقودك الى معرفه المسيح وعمله الكفاري على الصليب اللي يقودك انت للحياه الابديه. دي القصه، محبه الله ليك. الله خلقك عشان تكون في محضره. اقولها تاني، الله خلقك علشان تكون في محضره. انت مخلوق علشان تكون مع المسيح، تقبل أو لا تقبل. أوكي؟ خليني بقى أرجع للموقف اللي سألني فيه المسلم عن الآية دي. أنا الحقيقة ما حسيتش بحرج زي ما قلت لكم، ولا شك في الأمر، لأني كنت متأكدة من خبرتي الشخصية مع الله، لكن مش الكل كده. فقبل ما تشك ادرس، اسأل. ولأن دايما الرد هيحتاج لدراسة. الأصل إن الكتاب المقدس يعلم الإنسان الأمانة، فمش ممكن يكون في واحد من أعظم الرسل المرسلين عايز يعلم الناس الكذب. ما ينفعش. الكتاب المقدس بيقول لنا إنه ليكن كلامك نعم نعم ولا لا، وإن احنا نكون صادقين. بيعلم الأمانة، بيعلم الاتضاع، فمش ممكن يكون بولس من علم حق الله كاذب. ما ينفعش، لا يستلم منه، ده مش أبو هريرة. أوكي؟ وهو بولس مثلا اللي بيقول لك إيه؟ إن من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني إيه يجاهد؟ اللي بينمو كل يوم في الإيمان، اللي عايز ينمو مع المسيح كل يوم، يضبط نفسه في كل شيء. سامحوني. وبيقول كده ان المؤمنين يزدادون في كل عمل صالح، في النعمة والتعليم وفي الكلام، دايما كل ما صالح، لان الهنا صالح. لذلك مش ممكن يكون بولس اللي علم الكلام ده يكون كاذب، علشان كده دائما هناك تفسير. النقطة التانية بقى، قلت لسببين. النقطة الثانية، ان الاسبوع اللي فات حد من الاخوة ارسل لي فيديو لشخص اسمه عمرو نور الدين. تخصص الاستاذ عمرو نور الدين انه ياخد فيديوهات فيها عابرين، فيها مسيحيين، فيها ناس مسيحيين اسلموا وهكذا، ويقعد بقى ايه ينتقد المسيحية، ومثلا اذا كان عابر بيقول اختباره ولا عابرة او حاجة زي كده. الفيديو ده الأستاذ عمرو نور الدين بينتقدني فيه وبيهاجمني شخصيا. حط ده على جنب ولا يهمك، مش مهم. حط مقطع من حلقة اسمها هل المسيحيين ضعفاء؟ الحلقة دي رقم 562، هتلاقوها موجودة على اليوتيوب بتاع قناة الحياة تحت المرأة المسلمة. أوكي. خلينا نسمع الفيديو اللي حطه. الحلقة الحقيقة كان كلها مركزة على قوة الله وعمله في حياة المسيحيين، وإنه الله محبة هي ما يقود حياتنا anyway. فخلينا نشوف هو اختار إيه من الحلقة دي.
اسم. هل الله في الإسلام ممكن يبقى محبة؟ سوء أدب إنك تقول إن إله الإسلام محبة، لأنه لا يوجد، استحالة تجد فيه محبة خالص، لأنه مش الله الحقيقي، لا يمكن أن يتنسب له ده. للوهلة الأولى وحضراتكم بتشوفوا المقطع ده تظنوا إن المرأة دي مسلمة، وبالتالي لكونها مسلمة بتتكلم في الإسلام وإله الإسلام، بل وبتفسر القرآن الكريم، وده اللي هنشوفه في الحلقة. لكن لما تركز شوية فيها تلاقي إن المرأة لابسة الصليب والحلقة على قناة نصرانية بتمويل نصراني، ومهمة هذه المرأة هي الكلام في النبي محمد وإله الإسلام والقرآن الكريم. لا أدري، يعني هو النصارى ما عندهمش حاجة يعملوها غير أنهم يتكلموا في الإسلام؟ يعني ما عندكوش حاجة في دينكم مثلا تشغلكم شوية مثلا؟ ولا أنتوا حاسين بكسوف أن أنتوا تتكلموا في دينكم وتعرضوه أو تنشروه أو حتى أن أنتوا تفسروه، فلجأتم إلى دين المسلمين الواضح اللي المسلمين بيصلوا بيه أصلا في المآذن في المساجد، بنصلي بالقرآن والناس كلها بتسمعه، وليس عندنا شيء نستر. شكرا يا باشا. يعني معلش يعني خليني يعني بس اخد دقيقه اعلق على المقطع الصغير ده اللي هو اختاره. اولا المقطع اللي هو اختاره ده هو عايز يقول ان انا بقول ان اله الاسلام لا يمكن يكون محبه لانه ليس الاله الحقيقي، ودي حقيقه. وقعد بقيه الفيديو مش عارفه ربع ساعه ولا يعني أو أكتر، ولا مرة إدانا ولا إشارة إنه في حاجة في القرآن أو في الحديث بتقول إن الله محب. بالعكس، أنا شاركت قصة في اليوم ده، كنت بتكلم مع الأسيس محمد، والأسيس محمد قال لي بتعملي إيه النهاردة، فبقول العنوان كان كذا، وبتكلم عن إنه حالة المسيحي إنه يكون بيحب الله زي ما الله بيحبه. حب الله ده حالة المسيحي بيعيشها. فالأسيس محمد من خلفية سلفية، فقال لي إنه في الإسلام من سوء الأدب إنك تقولي على الله إن الله محبة، لأن الحب ضعف، الحب احتياج. هكذا يفكر هؤلاء. الأستاذ مردش على ده خالص، وأنا من النهاردة مش هدفي إن أنا أرد عليك كلمة بكلمة، أنا بس هقول إنه أنت لم تستطيع إنك تورينا ان اله الاسلام اله محبه. قلت انه رحيم، وقلت ان عبادي لا يقنطوا من رحمه الله، والكلام ده كله ده لا يقول انه محبه. هو رحيم، وهو ايضا صارم ومتكبر وجبار ومكار وكل ده، ولكنه ليس محبه، ولكنه ليس مخلص، ولكنه ليس اب، ولكنه اله لعبيد فقط. لن تستطيع انك تغير ده، فعشان كده انت اخترت انك تدخل في الاهانات الشخصية. ربنا يسامحك وربنا يباركك. اولا ليه انا اخترت اني استخدم الـ الفيديو ده النهاردة؟ لانه عموما الاستاذ وغيره من الناس اللي بتتكلم ضد البرامج اللي بنعملها او ضد الكلام عن الاسلام عموما بيتهمونا بالكذب والتدليس. سامحني، نحن لا نقدم، انت بتقدرش تقول ابدا انه ان احنا بنقدم حاجة ليس لها سند في التعليم الاسلامي. مش هتلاقي حاجة بتتقدم من غير سند. انا بقى اقرأ الآية بتشكيل غلط، دي بقى يعني رد انت على الاصل وسيب لي الفرح، مالكش دعوة. اوكي، انا اقرا تشكيل مش عارف ايه، انا يعني بفسر بطريقتي. لا، انا عمري بفسر بطريقتي ابدا، انا بقول لك تفسير كذا قال كذا. اوكي، الحديث الفلاني ادى كذا، فيعني ايه، ما تتهمش بالكذب. الفكره انه هو لم يتهمني في الكذب بالكذب في موضوع الحلقه، ولكن هو قال ان احنا بندلس وبنخبي حاجات، لكن هو اتهمني باني اصلا ما كنتش مسلمه. يا استاذ، اسمي معروف، بياناتي موجوده اونلاين، هتلاقيني لابسه حجاب، وهتلاقي حتى بطاقتي وانا صغيره موجوده اونلاين. اتعب نفسك كده زي ما انت بتتعب نفسك تروح سجلات مش عارف ايه. اسمي لم يتغير، اماني مصطفى حواش، عشان ما تزعلش روح دور في السجلات. اوكي، مسلمه، بس ابقى طلعها للناس زي ما انت بتعمل كده. اوكي،
أنا غير مهتمة برأيك الشخصي أو بشتايم ربنا يباركك. من كل قلبي بصلي إن الله يعطيك معرفة حقيقية بشخصه. لكن أنت يعني بتقول لنا إنه أنتوا ليه مقضيين وقتكم، يعني أنتوا ما عندكوش حاجة تانية تعملوها؟ هو حضرتك اليوتيوب بتاعك ده كله إيه؟ هو كله كده، أنت بتهاجم المسيحيين والعابرين، فبتتهمنا إن إحنا مقضيين وقتنا بنتكلم بس عن الإسلام. نعم نتكلم عن الإسلام لأنه إحنا من خلفية إسلامية، ولأن هدفنا إن المسلم اللي هو أهلي، اللي هو أهلك، اللي هو أنت في اسم يسوع، تعرف الحقيقة في يوم من الأيام، وتعرف محبة الله الحقيقي اللي هو الله محبة ليك أنت شخصيا. ف يعني بتقول أنتوا بتتكلموش في المسيحية ليه؟ ما فيش حلقة أنا ما تكلمتش فيها عن شخص يسوع المسيح اللي بصلي إن هو يلمس قلبك. لابن انشغل بدين المسلمين لأننا من خلفية إسلامية، وأنت تكيل بمكيالين. على العموم أنا هستفيد من نقدك النهاردة وأوسع الأمر شوية علشان نرد على اتهاماتكم حتى يفتح الله أعينكم بالحق. أنت بتقول إنه بولس نفسه بيكذب وبتتهمنا كلنا بالكذب. أولا يعني معروف إنه أما تحب حد أمين تستأمنه على فلوسك، تستأمنه على سرك، تروح لمين؟ المسيحيين، معروف مش كده؟ بس خلينا نتكلم في الحق الكتابي علشان أنت فاهم غلط. بولس الرسول مش بيقول اكذبه. خلينا نقرأ المقطع بالكامل ونفهم خلفية الكلام. بولس الرسول في سفر روميا بيبتدي الكلام عن، بيتكلم على مجموعتين من الناس. المجموعتين من الناس دول في الكتاب المقدس يمثلوا العالم كله، اليهودي واليوناني أو اليهودي والأممي، يمثلوا العالم كله لأنه الناس يا إما يهود يا إما أمم. أمم يعني بقية العالم اللي هم غير اليهود. فهو في الموقف، الصورة اللي احنا شايفينها هنا، هو قاعد بيتكلم مع ناس بيقولوا إن هو بيعلم تعليم غلط، أو بيحوروا التعليم، أو بيتكبروا، أو يعني بيستنصحوا على ربنا كده في الكلام. أوكي؟ فبولس الرسول الصورة العامة بيحاول ياخدنا لأننا نشوف الأهم إيه. محدش يقدر يتفضل على الله ولا يتفضل على الغير. فبيقول مثلا أنه إذا أكلمكم عن اليهود، إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ مهم قوي ونقطة فخر عند اليهود أنهم من هذا الأصل وأنهم بيعيشوا بطريقة معينة. فبيقول هل ليهم فضل؟ آه ليهم فضل، ليهم فضل على أوجه كثيرة. أما أولا الحاجة الأهم يعني أنهم استؤمنوا على أقوال الله، وده حقيقي، ده حقيقي. تقابل معهم الله واستؤمنوا على كلام الله وعلى الحياة مع الله وعلى الناموس. هو لم يخطئ في ده. آه هل ده الفضل ده هيوديهم فين؟ المهم هو هيعملوا بيه ايه. فبيقول كده حتى هؤلاء، اذا كنت بتتكلم على اليهود، الكلام كله امثله يا جماعه، هو بيدي امثله. فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ افلعل عدم امانتهم تبطل امانه الله؟ انا اديت اليهود، امشي معايا خطوه خطوه، انا اديت اليهود الامانه الامانه على كلمتي، اعطيتهم الناموس حتى يكون عندهم طريق ل انهم يحاولوا يعيشوا حسب كلامي. فما كانوش امناء في كثير من الاوقات، اذا كان يهودي ولا يوناني. اذا كنت انت مش امين في حياتك، هل عدم أمانتك تبطل أمانة الله؟ بص بقى يقول إيه، حاشا، لا يمكن، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. افتكر إنه في الآية دي
هي محور اللي بيقوله بولس الرسول، ومحور الرد على اللي بيقوله ان بولس بيقول طب لو انا كذبت يعني وربنا اسمه تمجد بكذبي، انا ربنا يدني ليه؟ لا تدان. ليه؟ لان الله صادق وكل انسان كاذب. الله صادق لانه صالح، لانه بار، لانه قدوس، لانه لا يتغير، لانه لا يعتدي على او لا يتجبر على الناس، ولكن لكل انسان، كل واحد فينا ثمار عمله. حاشا، بل ليكون الله صادقا وكل انسان كاذب. وهنا بيقول الحته دي مهمه لازم تفهموها في فهم الانسان المسلم، انه الايه دي اتكلم بحسب الانسان. حاشا، كيف يدين الله العالم الذاك؟ لو كان الله هيدين العالم وهو اللي مسبب خطاياهم هيدينهم ازاي؟ خليني افكر في التعليم الاسلامي من منظور الانسان المسلم النهارده. اولا وانت بتقرا ده بتقول ايه ده، في الكتاب المقدس بولس بيقول اتكلم بحسب الانسان؟ ايوه، ده حديث موحى به من الله، هي كلمة الله الحياة الفعالة وكل حاجة، ولكنه بالروح بيتكلم مع الناس وبيقول لهم بالفكر الإنساني. عايز تفكر وتقول إن ربنا ممكن يدين العالم حتى ولو أو ممكن يكون مش أمين، أو إنه الإنسان ممكن يكون عنده أمانة أكتر من الله في هذا الأمر؟ بالفكر الإنساني، بالكبرياء الإنساني أنت بتتكلم. لكن حاشا، ازاي ربنا هيدين العالم اذا كان هو نفسه غير امين؟ اوكي. وبعدين بيقول ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ لعل الله الذي يجلب الغضب ظالم. كان في فكره في الوقت ده الناس بتقول ايه؟ يعني بص، احنا اخطانا امام بر الله، فبتخلي بر الله يبان اكتر. فانا بعمل كده شغل ربنا، يعني انه انا لو انا بأخطئ اذا الله يتبرر فيدني ليه بقى؟ ما دي طبيعتي، ما هو خلقني كده. نفس الارجيومنت دي موجوده النهارده، هتلاقيها في صوره اتهامات من المسلمين. مثلا ما يقول لك ما انت بقى ايه متبرر بالمسيح، روح اخطئ واعمل اللي انت عايزه وبعدين تروح المسيح يغفر لك كل حاجه. لا، ده مش صح، لان البر الحقيقي في نمو يومي، والقداسه الحقيقيه تاتي بالبعد عن الخطيه، مش بانك تستمتع بالخطيه وتعيش فيها. اللي بيعيش في الخطيه بيفصل نفسه عن روح الله، كتاب واضح في كده، إنه لا شركة للظلمة مع النور. فما تقدرش تقول أنا أخطئ زي ما أنا عايز والمسيح يغفر لي. الخطأ بإصرار لا يمكن تنتج عنه توبة حقيقية. أنا أعيد الخطأ وأعيد الخطأ، أنا اتبلدت. لكن إمتى الله يغفر لك؟ عندما تكتشف مشكلتك. أنت بتستغل ربنا، انت بتستغل النعمة المعطاة ليك، فربنا يقول لك لا، توب وارجع. ارجع يعني تلف الناحية التانية بعيد عن الخطية واقرب الى الله. اوكي، فما ينفعش انه نقول انه ما انا اخطئ علشان ربنا يبقى له حق لما يدني. طب شكرا، يعني هو ربنا مش محتاج. هو اصلا الفكرة العجيبة إننا دايما بننسى إنه الله من حقه يدنا، لأنه مالك الكل، لأنه صالح وإحنا مش صالحين، لأنه قدوس وإحنا مش مقدسين، لأن طبيعتنا البشرية فاسدة، دائما نميل للخطية. هو من حقه يدينك، لكن محبته خلته يعمل إيه؟ خلته يعطيك طريق الخلاص. فما نتجبرش بقى على ربنا. اوكي، لما نروح لرساله روميا
ونقرأ الـ 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 الكلام كله من الأول لازم تبقى فاهم أنه شوف لازم يكون في وقت في حياتك تعرف انه القص واللزق وانك تخطف كلمتين كده عشان تدين بيهم غيرك ده تضييع وقت. عايز تتناقش معانا افتح الكتاب اقرا الكلمه اقرا المقطع كله. لو انت مسكت الايه بتاع وان كان صدق الله يزداد بكذبي لما تاخدها لوحدها مش هتفهمها، لكن لازم تقرا المقطع كله. فهمت الحكايه؟ شفت الصوره؟ شفت الردود؟ مش كده؟ لازم يكون عندنا فهم روحي للي الله عايزك تعمله تعيشه من جواك علشان تقدر تتغير. كي؟ افتكروا ان بولس في الموقف ده هو من اصل يهودي ويفتخر باصله ومتعلم حسب يعني افضل الدارسين العهد القديم والحياة اللي كان عايشها وهو يهودي متشدد. أوكي؟ هو هنا بيتكلم علشان يصحح لنا المفاهيم دي ويعني يرد على الناس اللي اتهموه بتعليم هو معلموش. الناس بتستسهل عايزين يقولوا ان احنا طب احنا ممكن نقبل المسيح بس ممكن نعيش بالطريقة دي أو نعيش بالطريقة دي أو يتهموه أنه بيعلم تعليم فاسد مثلا وهو ما علمش التعليم ده. أوكي؟ طيب يرجع تاني بولس يقول لنا كده أنه فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ. هو بقى بيقول إيه بعدها على طول؟ بيقول كده أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا قلنا أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة. أقرأها تاني. أما كما يفترى علينا، دي على طول الآية اللي بعدها، كما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة. المسألة إنه الكلام ده مش اتهام لشخص بولس فقط ولكنه اتهام لشخص الله. فبيقول لك إن دينونتك عادلة، أنت اتهمتني بس أيضا أنت تتهم شخص الله إنه غير عادل، ودي كارثة. إنه خطيتك تعطي مجدا لله لأنه هذا ليس هو قلب الله ليك. قلب ربنا عايزنا نتوب ونرجع له ونعيش معاه ونقبل محبته الشخصية لينا، مش عايز ان هو يعني هو انت لا تستطيع ان تعطي الله مجدا ينقصه. الله صالح دائما على اكمل وجه للصلاح، ممجد دائما على اكمل وجه للمجد، مكتفي بذاته. اوكي؟ فما ينفعش انك تقول انه انت عندك شيء تعطيه لله الا عندما تحب الله. بس حتى الكتاب بيقول لك كده، الكتاب المقدس بيقول نحن احببناه لانه هو احبنا اولا. فحتى دي ما هياش عطاء ولكنها دخول في اراده الله لحياتك. Actually مش بس اراده الله لحياتك، شهوة قلب الله انك تكون معاه. اوكي؟ فما تقدرش بقى تقول انه الله منتظر منك حاجة تقدمها له. يعني حتى توبتك تقود الله انه يملاك بالنور، انه يوسع مفاهيمك. حتى توبتك هي مش عطية لله، ولكن الغفران الذي تستلمه هو العطية اللي انت المفروض انك تكون فرحان بيها. فبعد الآية دي بيقولك ايه؟ فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية. أوكي؟ يعني بعد كده بيقولك انت يعني
مرة تانية، أنت ما عندكش حاجة تديها لربنا، ولكن هل أنت فاكر نفسك أنك بأي اختراع هتخترعه، أنا بتكلم ببساطة، هتكون مثلا أفضل من اليهود اللي كانوا حافظين الكلمة، اللي كانوا اللي مشيوا تحت معجزات الله وسحابة تظلل ومعجزات لشق البحر وحماية من الأعداء، ويعني المعجزات اللي عاش فيها شعب إسرائيل من البداية كانت كل يوم، يعني كل يوم الله كان يتعامل مع احتياجاتهم اليومية، ومع ذلك ما نقدرش نقول إنهم أفضل مننا النهاردة، لأنهم تمردوا على الله، لأنهم نسيوا محبة الله، لأنهم نسيوا اللي عملوا ربنا علشان يمشي معاهم كل الوقت ده على طول الخط. ولكن الله أصر إنه يكون في وسطهم ويعطي فرص. النهاردة دول مش أحسن منك، هو الكتاب ما بيقولش كده، ولا اليونانيين أحسن منك، فهو بيقول كده إننا كلنا تحت الخطية، لأننا قد شكونا كلنا عندنا نفس المشكلة، إن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية. والآية بقى اللي لازم ننتبه ليها إنه كما هو مكتوب إنه ليس بار ولا واحد وليس من يفهم. أنت فاكر إن أنت يعني بتتعالى بفهمك على الله؟ يعني الناس اللي تقعد تسأل أسئلة مين خلق ربنا والكلام ده كله، مفيش مشكلة إنك تسأل، ولكن كن جدي في السؤال، لأنه مهما حاولت إنك تقول مثلا مين خلق ربنا، طب لما تنظر إلى كيفية إدارة هذا الكون في الآخر، حتى الملحدين بيقول لك في خالق، في قوة محركة، مش كده؟ ما تقدرش، ما فيش حاجة من لا شيء. وهناك الكثير مما يشهد لصلاح الله ضابط الكل في حياتنا الشخصية، وبص حواليك في العالم، أوكي؟ فبيقول كده كما هو مكتوب إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. الإنسان يطلب ما لنفسه، لأن طبيعتك كده، أنت عايز تساعد نفسك، أنت عايز تشبع نفسك، أنت عايز تشبع ذاتك، لكن عندما يتوق قلبك لله تتغير حياتك. نحن ننظر إلى الأرضيات، طبيعتنا كده، يعني أما نرجع للخطية الأولى، لما الله كان ماشي بيدور على آدم وبيقول له آدم أنت إيه اللي عملته ده، فقال له المرأة التي أعطيتني هي أكلت وبعدين ادت، اللي أنت اديتها لي لام الله، آدم لام الله، من رأى الله وجها لوجه، من عاش مع الله، من اللي تمشى معاه لامه، لأننا لا ننظر لأنفسنا. عشان كده الكتاب بيعلمنا أن احنا ننظر إلى قلوبنا ونضع قلوبنا أمام الله. وكثير من رجال الله ونساء الله الأتقياء يقول لك يعني قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي، لأني دائما أنظر إلى ما هو لنفسي لفايدتي، أوكي؟ فبولس الرسول هنا بيقول لنا كما هو مكتوب إنه ليس بار ليس ولا واحد، لأن الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لا نستطيع إن إحنا ننكر هذا الكلام في الكتاب المقدس. الناس اللي بتقولك الطبيعة الإنسانية طبيعة خيرة ومش عارف إيه، لا، الحقيقة لا، الحقيقة إنه في كل اتجاه هنلاقي، أو في كل قصة في الكتاب المقدس مثلا هنلاقي انه يبتدوا صح وبعدين يتعوجوا،
في حد يختار انه يعمل حاجة لنفسه فقط او بطريقته هو. انت فكر في نفسك، انا افكر في نفسي. اكتر واكبر مشاكلي في الحياة اني بهتم برأيي، لحد ما ربنا علمني انه مش رأيي هو اللي لازم يقودني ولكن روحه تقودني. انا بهتم باللي انا عايزاه، كلنا كده. ولكن عندما يتبدل اهتمامك بالأرضيات إلى اهتمامك بما يريد الله في حياتك، مش اللي أنا عايزاه يا رب، لما تصحى الصبح وتقول يا رب اليوم ده ليك، النهاردة عايزني أروح فين، هنعمل إيه سوا النهاردة يا رب، هتاخدني فين النهاردة يا رب، هتقابلني بمين النهاردة يا رب، مفترض إنك كأبن الله تعيش كده. أوكي؟ ولكن أنا كتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا معا وليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ليس في يدك شيء تقدمه لله أبدا إلا قلبك إلا حبك لي. أوكي؟ بيقول كده. وأما من الآن بقى الحل، الحل، وأما من الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا فرق، مفيش بقى فرق بين اليهودي واليوناني، اليهودي والأممي، إلا بيسوع المسيح اللي هو بقى تصوير وتجسيد لبر الله وصدقه ومحبته. الصورة اللي بتظهر لنا في الآية اللي بتقول إن كان صدق الله يزداد بكذبي، لما نكون بنتكلم على إله بهذا الشكل يسمح إنه يضاف لي شيء لأن حد كذب، أو يفتخر أو يحقق مطلب لأن حد كذب. عندما تصور الله كذا أنت بتتكلم على إنسان بيفكر زيك، والله طرقه غير طرقنا. هدف الله مش هو، انت لن تستطيع ان تزيد مجدا، هو عنده مجد كافي، هو بار بالكامل، هو صالح بالكامل. مره تانية لازم نفهم كده. ما عندكش حاجه تديها له، لكن بر الله بقى بان لينا إحنا، ظهر لينا إحنا بيسوع المسيح. ولو أنت عايز تكون بار بقى مع الله فلازم تؤمن بيسوع المسيح اللي لا مفرقش بقى لا يهودي ولا يوناني ولا حد مختلف. شوف الآية دي، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. الكلام ده كلام صعب إنه المسلمين يقبلوا، ولكن أخويا وأختي والأستاذ عمرو اللي كان بيقول لنا أنت لابسة صليب وإيه الصليب اللي أنت لابساه ده، يعني بيشاور على الصليب وكأنه عار. مفهوم الكتاب بيقول كده انه كلمة الصليب عند انه بعض الناس جهالة، مش كده؟ عند الهالكين جهالة. في اسم يسوع يعني ما تكونش وما يكونش السامعين ليا النهاردة من الهالكين. لكن لازم تفهم لما بولس الرسول بياخدنا ويقول لنا انه احنا ما عندناش حاجة نقدمها لله، ليس صالح ولا واحد مننا صالح، وانه البر ياتي مجانا بنعمه الفداء اللي بيسوع المسيح اللي حصلت على الصليب عشان تتحقق فيه خطه الله للخلاص. من غيرها لن تستطيع انك تقف امام الله. فمن يقول ذلك لن يستطيع انه يكذب على الله باي صوره من الصور، لانه ما فيش عندنا مركز الا يسوع المسيح. بيقول الكتاب، نرجع بقى للآية دي اللي هي محور الحلقات، انت شايف فإنه إن كان صدق الله
قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ إيه رأيك بعد ما سمعت النهاردة؟ هل بولس الرسول كان بيبرر لنفسه الكذب؟ لا، بولس الرسول كان بيرد على افتراءات عليه وعلى التعليم، سواء كان عليه هو لوحده أو التعليم اللي علموه الرسل. دائما هناك من يعني ستجد من يحاول انه يضيف اشياء من تأليفه هو، زي مثلا الاسئله اللي بيسالوها بعض المسلمين ويضفي عليها انه انتوا ما انتوا بتكذبوا، عشان اذا كان حتى الرسول بولس بيقول كده فان كان صدقا لقد ازداد بكذب، فانتوا كلكم بتكذبوا. لا، الله عايز يغير فكرك وقلبك ويعدل مفاهيمك، ويعني حتى تفهم صلاح الله أمام فساد الإنسان، وده اللي عمله بولس، بيوري لك صلاح الله أمام فساد الإسلام الإنسان والإسلام برضو. يعني إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي مش ممكن تنفع، لأن الله صالح وإنت نقدر نقول إنك إنسان فاسد الطبيعة، تحتاج إلى ميلاد جديد، طبيعة جديدة. الكتاب بيقول لنا كده إن الإنسان اللي بيتبع المسيح الله بيعطيه طبيعة جديدة، وبنشوفها النهاردة. أشهد للمسيح وعمله في حياتي، إنه النهاردة أنا مش الشخص اللي عشته وأنا عايشة بعيد عن المسيح وأنا في مصر، ده مش أنا. النهاردة أنا إنسانة جديدة بطبيعة جديدة تستطيع إنها تنتصر على رغباتي الشخصية، رؤيتي الشخصية، احتياجاتي الشخصية، وأضعها كلها أمام ما يريد المسيح والحق الإلهي ومجد اسمه وحب الآخرين. أوكي؟ لأنه دي جزء من رسالة الله. خليني أنتقل بقى بيكم إلى سؤال آخر، أرجو أنه الإجابة على السؤال ده تكون واضحة، ويعني أحب أسمع منكم هل ده غير فهمك منظورك على الأمر ده. لو سمحت ما تعودوش تكرروا كلام يعني أنتوا مش عارفين أساسه أصلا، يعني بس ادرس الكلمة علشان تقدر تشوف الحقيقة. خليني أروح لقصة تانية دايما يعني بيتكلم فيها المسلمين على عايزين يوروا إنه المسيح بيتكلم على الذبح برضو، هاتوهم واذبحوهم قدامي، وبيتكلم على ذبح الأعداء والكلام ده كله. أمال أنتوا إيه؟ بيقول لي بقى في الفيديو، أمال أنتوا يعني بتتكلموا على الله محبة وكده، محبة إيه؟ ما هو بيقول لك أهو، أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ده ليس له علاقة باللي بيقوله المسيح خالص، بس هنعمل إيه؟ هنرجع للإصحاح ونقرأ بيقول إيه في إصحاح 19. بيقول كده، إحنا القصة أصلا بتبتدي مع شخص اسمه زكا رئيس العشرين. المسيح دخل بلد ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس العشرين وكان غني، وطلب أن يرى يسوع من هو يسوع ولم يقدر. وبعدين لأنه الجمع كان غفير جدا، راح زكا لأنه كان قصير شوية، راح طالع على شجرة علشان يشوف المسيح، عايز يشوفه بعينه، سمع عنه وعايز يشوفه. فالمسيح نظر إليه وقال له يا زكا انزل النهاردة أنا هتعشى في بيتك. زكا فرح وجلس مع المسيح. أنا أحكي لكم سريعا علشان نقدر نروح لقلب القصة. والناس اللي حواليه قالوا إيه؟ إنه المسيح هيدخل بيت رجل خاطئ، فيعني قد كده، لأنه زكا كان عشار، كان مقطوع عن بقية الشعب اللي هم يعني شايفين انه هو عشار وبيشتغل مع الرومان وانه بياخد فلوسهم، وانه احيانا بياخد فلوسهم الاضعاف، فكان رجل خاطئ واضح.
فكان حاسس هو كرجل يهودي الأصل عارف إنه رجل خاطئ ومقطوع عن الجميع. فدخول المسيح أثر فيه. بص عمل إيه بقى زكا، بيقول كده، فقال له: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أربعة أرد أربع أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. أوكي؟ شايفين في القصة دي؟ وبعدين المسيح بقى إدى مثل تاني، وهو والناس الجموع واقفين بيقول لهم كده، فقال مثل بيقول إنه إنسان شريف الجنس ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. وبيحكي القصة إنه هذا الرجل إذا كان بقى ملك أو رجل من الشرفاء راح بلد علشان ياخد فيها ملك، وساب أمناء على فلوسه بمنتهى البساطة. فرجع وساب، ولقى أنه واحد منهم استثمر الفلوس وجاب 10 أضعاف، واحد جاب 5، والتاني خباها وقال له: أنا عارف أنك حاكم ظالم، فأنا خفت منك فخبيت الفلوس. فالمسيح بيقول أنه هذا الحاكم أو الرجل الشريف قال له خلاص، أخذ منه الوزنة بتاعته واداها للآخرين، وقال له أنه من ليس له يؤخذ منه ومن له يعطى أيضا، لأن أنت أخذت وزنتك. الوزنة هنا تمثل إيه؟ مش الفلوس، الوزنة تمثل الإيمان. ويقول أنه الإيمان الذي يستثمر في مجد الله، زي أنت راجل عرفت المسيح النهاردة وبقيت تتكلم المسيح لجيرانك لإخواتك لأصحابك في التلفزيون أيا كان، أنت بتوصل رسالة المسيح وعايشه. واحد تاني عايش رسالة المسيح ولكنه أيضا يقوم بعمل بسيط، فبيستثمر كل يوم جزء من يومه في خدمة الله، أوكي، علشان الناس تعرف المسيح. واحد بقى قال لك: لا، ده أنا لازم أقعد أشتغل على نفسي بقى، أصل أنا ما أقدرش، أصل أنا لازم أقعد بقى أعمل صلوات معينة، أعمل مطنيات معينة، أعمل مش عارف إيه، أقدم إيه للناس الفقراء علشان لما يجي هذا الحاكم الظالم يلاقيني أنا كويس. فكان نفسه هو الأمانة، وشال الوزنة بتاعته اللي هي الإيمان والدعوة وما استخدمهاش، فتؤخذ منه، عاش لنفسه بس. فهنا في القصة دي بعد كده بيقول إنه المسيح قال إيه، قال كده إنه بتقوله، قال له: أنت عرفت إن أنا رجل صارم، فكان مفروض إنك تستثمر وزنتك، أوكي، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه كذا واعطوا للآخرين. وقال لهم: لإني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين يريدون أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. مش المسيح اللي بيقول كده، هذا الرجل. أرسي سبرول هو أستاذ في اللاهوتيات وخادم كبير وأسيس معروف، لما بيتكلم في القصة دي قال إنه المسيح كان دايما بيربط بين الأحداث الواقعية اللي على الأرض والحاجات اللي الناس تفهمها. فقال قبل الوقت ده اللي كان فيه المسيح ب4 سنين كان هيرودس موجود في هذا الوقت، وإنه هيرودس أرسل أبنائه إلى أماكن متفرقة من البلاد علشان يملكوا فيها، واحد منهم عمل اللي عمله هذا الحاكم الظالم وقتل آلاف الناس الحقيقة
يعني على حسب ما التاريخ بيقول. فالمسيح كان بيربط بين انتباههم لأنهم للقصة اللي معروفة جدا في الوقت ده، والحاكم الأرضي الظالم، وانتباههم لأنهم لازم ينتبهوا للعطايا الروحية والأمانة في الحياة مع الله. أوكي. كتير من المفسرين بيقولوا أنه ده كان إشارة لأنه المسيح كان رايح أورشليم وخلاص هيصلب، المفروض أنه بعد ما المسيح يموت ويقوم ذن إحنا هننتظر مجيئه التاني بقى، ويوم الدينونة بقى أمام الله، مش كده؟ فكتير من الناس بتقول أنه ده ممكن يكون في إشارة لده. أنا عايز أقول حاجة، أنا يعني مش شايفة أنه المسيح بيقول أن أنا اللي هعمل كده لأنه لأسباب معينة، لأنه الكتاب يؤخذ بروح الكتاب كله، ما فيش ولا مرة المسيح قال اقتلوا حد أو استخدام العنف أبدا في الكتاب المقدس، ولكنه كان يشير إلى حدث يربط به ذهن الناس. ولكن خليني أقول أنه الاهتمام بأن قلبك يكون صالح أمام الله، لأنك في يوم من الأيام هتلقاه، وأنه دينونة الله العادل، وبيقول كده مخيف هو الوقوع بين يدي الله. ليه؟ لأنه لما تقف أمام النور والبر والصلاح ستجد نفسك أسود، مفيش حاجة مغطياك، هتعرف أنه ليس هناك اقتراب بينك وبين الله خالص، هتفتكر خطاياك، هتعرف أنه أنا كنت بشاور عليك وأقول أنت مش موجود، أنا عشت لنفسي، هتجيب على ده. فهو فعلا لا يجب أن احنا نستهين بأنه مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. لكن مرة تانية، المسيح ما كانش بيهدد الناس ولا بيقول لهم أما أعدائي هاتوهم فاذبحوهم قدامي، ما فيش حاجة اسمها ذبح في السماء، ولكن هناك إدانة لعمل الشر، والإنسان عندما يقف في محضر الله يظهر عدم صلاحه الشخصي. الحاجة التانية اللي مرتبطة جدا بنفس الفكرة، أنه لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. لازم تقرأ الإصحاح كله، ما تجيبش آية وتسيبها. هنا كان بيتكلم المسيح عن الاضطهادات اللي هتيجي للمؤمنين بعد قيامته وصعوده، واللي حصل ايه؟ لقيته فعلا انه كتير من الرسل اما صلبوا، اما قطع، مش الرسل بس، المؤمنين اللي كانوا موجودين في الوقت ده كانوا بيصلبوا، كانوا بيقطعوا، كانوا بيلقوا في حلبات الأسود والمصارعات والكلام ده كله. وإلى اليوم النهاردة، إلى اليوم المؤمنين بالمسيح بيمروا بالأمر ده. ليه؟ لأنه أحيانا بيكون من العيلة نفسها، تؤمن بالمسيح العيلة تقطعك، العيلة تحطك في السجن، العيلة يعني تقتل كمان أيضا. ما زلنا بنمر بهذه الألم، ولكن هنا الصورة المسيح بيقول بينك وبين الشر مش هيكون في سلام، هيكون في سيف. يعني بينبهنا ياس هيكون في سيف، هيكون في ألم، هيكون في اختبارات صعبة، مش هو اللي بيختبرنا بيها، ولكن في خبرات صعبة هنمر بيها. الشركة في آلام المسيح اللي مات عنك بنشاركه فيها، لأنه هناك ثمن للإيمان به. فالله مش بيقول لك احمل سيف، ولكن مرة تانية الكتاب دائما يؤخذ كله على بعضه. المسيح اللي قال أيها الأحباء، اللي علم الرسل
ان هم يحبوا بعض. فبيقول كده: ايها الاحباء، لنحب بعضنا بعضا، لان المحبه هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لان الله محبه. الله محبه، اللي ابتدينا فيه في الاول ارجع اقوله لكم الان: الله محبه. دايما الكتاب بيتربط ببعضه. في قصه زكا احنا شفنا واحد عشار عنده فلوس، بياخد فلوس الناس ومش عارف ايه، والله قد ايه شفاء، فرد كل الحاجات للناس واعطى وندم وتاب وعاش حياه جديده. المثل اللي بعده على طول المسيح بيتكلم عن الناس ما قدروش انهم يكون عندهم هذه الامانه. انت مين فيهم؟ انت عايز تكون مين فيهم؟ الله اله المحبه عايزك النهارده تعود لي، تتغير من جواك حتى يكون سلام في قلبك انت. الله لم يأمر ابدا بانك ترغم حد على الايمان مثلا. فعندما يرى الناس محبة الله فيك، اوكي، مش يعني هو ده اللي يجذبهم لمعرفة المسيح، لا بالسيف ولا بالخوف ولا بالإرهاب. الاتهام بانه يسوع المسيح امر حد انه يمسك سيف ينافي تماما عندما اخذ المسيح السيف من بطرس وقال له: رد سيفك لمكانه، لان كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. مش هو ده طريقنا. ما تقولش كلام دفاع عن نفسك وعن ايمانك الاسلامي فتتهم به غيرك بما ليس فينا، ولكن خد الوقت انك تعرف أصل الإيمان بالمسيح إيه. عندما نقول الله محبة، هذا ليس ضعف ولكنها قوة الله، اللي مش فيه هو وحده ولكنه يشاركنا فيها. إحنا أبناء الله اللي ملانا بمحبته أيضا يملأنا بحضوره وعمله فينا، اللي نشاركه معاك فترى محبة الله. المحبة ما تخوفش، المحبة تحتمل، المحبة تصمد وتقدر على التقديم وعلى المعونة كما علمنا الله. في اسم يسوع بصلي ان حلقة النهاردة تكون قدمت بعض الإجابات البسيطة ليكم، والأمور الخطوات الروحية اللي تاخدها لقلبك وتقول: يا رب أنا عايز ده، أنا طالبك أنت يا الله يا محب البشر. أمين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.